السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ السؤال اللي كل الناس بتقعد تسأل عليه ويبقى عندهم لخبطه فيه جامده جدا، اللي هو عناصر اللياقه البدنيه. ده من اهم الاسئله اللي سواء انت في اولى تربيه رياضيه او في سنه رابعه كلنا بنبقى محتاجينه، حتى المدربين بيبقوا محتاجينه. ايه هي بقى عناصر اللياقه البدنيه؟ وامتى نميها؟ وايه طفرات النمو بتاعتها؟ كل ده ان شاء الله هنعرفه النهارده بالراحه كده، ويلا بينا نعرف يعني ايه اصلا عناصر اللياقه البدنيه. عناصر اللياقه البدنيه هم طبعا عناصر كتير جدا، كويس، بس في ثلاث عناصر اساسيين لازم نكون عارفينهم، وبعد كده هنشتق بقيه العناصر كلها. اول عنصر وهو القوه، بعد كده التحمل، بعد كده السرعه. خلي بالكم ان معظم كتب التدريب بتكتب التحمل الاول اللي هو الانديورنس. حلو الكلام، بس خلينا نتكلم بالمنطق وبالعقل. معظم الكتب الاجنبيه يقول لك ان القوه هي اهم عنصر من عناصر اللياقه البدنيه. في التحمل محتاج قوه، السرعه محتاجه قوه، المرونه محتاجه قوه، كل حاجه محتاجه قوه الا القوه، هي محتاجه نفسها. عشان كده ده اهم عنصر اللياقه البدنيه لازم انميه. خلي بالك بقى ان القوه بتنقسم لثلاث حاجات. اول حاجه بتنمي عندي تحمل القوه اهو. العنصر الثاني قوه مميزه بسرعه، اللي هو قوه بسرعه مميزه بالسرعه. طيب العنصر الثالث اللي هو القوه القصوى، اللي هي بنقول عليها اقصى قوه، تمام، او الماكسيمال سترينث. حلو الكلام، اللي هي ما بقدرش اعملها الا مره واحده بس، احنا بنقول عليها في القوه البدنيه في الحديد والكلام ده 1 ار ام. يعني ايه 1 ار ام؟ يعني 1 ريبيتيشن ماكسيمم، بشيلها مره واحده عشان ما ادخلكوش في تفاصيل. طيب بعد كده التحمل، في انواع من التحمل، في تحمل عام وفي تحمل خاص، تمام. التحمل العام اللي انا بستخدمه في بدايه البرنامج التدريبي بتاعي في بدايه الموسم، والتحمل الخاص ده خاص باللعبه بتاعتي او بالنشاط بتاعي، بلعب مصارعه، بلعب ملاكمه، بلعب جودو، ايا يكن، سباحه، قدم، اي حاجه. طيب يبقى اذا هنا اما اجي انمي القوه ما ينفعش ابدا بالقوه القصوى قبل ما ابدا بتحمل القوه، كده هيحصل لي اصابات. طب يا دكتور، طب ما في عناصر تانية زي القدرة، زي المرونة، زي الكلام ده كله، دول فين؟ دول في النص هنا. بمعنى عندك بقى في النص هنا عندك الدقة، عندك المرونة، عندك التوافق، عندك التوازن، عندك الرشاقة، وباقي عناصر اللياقة البدنية. كويس؟ خلي بالك هقول لك تركاية خبيثة شوية، محدش هيقولها لك غير، ركز يا بطل. القوة وانت بتنمي القوة في البرنامج التدريبي بتاعك، ايه اللي بيحصل وانا بنمي القوة؟ وليكن ده دمبل، انا شايل دمبل 10 كيلو، فايه اللي بيحصل؟ بقرب الانسرشن للارجن، بمعنى نهاية العضلة بقربها للبداية، فطبيعي مش هتمشي اللاعب بتاعك عامل كده. طب الصح اعمل ايه يا دكتور؟ ان انا اخلي العضلة تتفرد لنهايتها. طب ده معناه ايه؟ ان انا لازم ادي تمرينات اطالة وتمرينات مرونة مع القوة في نفس الوحدة التدريبية. يبقى القوة لازم يكون معاها مصاحبة معاها ايه؟ المرونة. حلو الكلام؟ بس خلي بالك في نقطة هنا مهمة محدش هيقولها لك، في فرق ما بين المرونة والإطالة. طب ايه يا دكتور؟ ايه الفرق ما بين المرونة والإطالة؟ الإطالة للعضلات، أما المرونة للمفاصل، فدي حاجة مهمة جدا جدا لازم أكون عارفها. عشان كده أنا بديت قوة، أنا لما بدي قوة فبقرب العضلة من بدايتها لنهايتها، فالعضله بتبقى قصيره. طب انا عايز افردها واطولها، يبقى لازم ادي مرونه للمفصل وادي اطاله لايه؟ للعضلات، فبالتالي هرجع وضعه الطبيعي. احفظ الجمله دي كويس، كل ما العضله تبقى طويله وفيها درجه مطاطيه عاليه، كل ما تبقى قويه وما تحملش حمض اللاكتيك بسرعه، كل ما العضله تبقى قصيره ومكتله، كل ما تبقى ضعيفه وسهل حدوث الاصابه فيها، وسهل جدا ان هي تتعب بسرعه وتحمل لاكتيك بسرعه، وده حاجه غلط جدا في الرياضه. احنا ما بنحببهاش او ما بنحيزهاش خالص ليها. ليه؟ لان ده كل شويه تلاقي يحصل له كرامب، يجي يضرب بانش مش قادر، المدى الحركي قصير، يحصل بسرعه، يتكتل بسرعه، فتلاقيه ضعيف. فطول ما اللاعب مرن وكويس ده احسن بكتير جدا، سواء في ملاكمه ومصارعه، في سباحه، في كل حاجه. فعشان كده اقول لك ده حمل لاكتيك، احنا مش عايزين نوصله ابدا لتحمله اللاكتيك دي. فده مهم قوي ان انا اكون واخد بالي من عناصر اللياقه انميها امتى ونمي ايه قبل ايه. فعشان كده اساس التنميه هي القوه، تمام. طيب يا دكتور بقى انا عندي مشكله مع اللعيبه في السرعه،
خلي بالكوا هنا بقى نقطة مهمة قوي، والسرعة دي هي أساس التدريب، وهي دي الحاجة الصعبة جدا إن معظم المدربين ما بيعرفوش، أو معظم الناس ما بتعرفش تشتغل عليها. يعني أنا لو وديت أي لاعب في جيم هيشيل النهاردة 5 كيلو، بعد أسبوعين هيشيل 7 كيلو، بعد أسبوعين هيشيل 10 كيلو، دي سهلة. أما لو لعيب عايز يزود سرعته دي أصعب حاجة. ركز معايا بقى، في حاجة اسمها إزاي شد، إزاي أصلا أحدد شدة التمرينة، إزاي أحددها؟ بص، معظم الكتب يجي يقول لك 220 ناقص العمر يساوي اقصى نبض. يساوي ايه اقصى نبض؟ هنفترض ان اللعيب اللي عندنا 20 سنه، يبقى اقصى نبض 220 ناقص 20 يساوي 200 نبضه على الدقيقه. يبقى ده اقصى حاجه انا هقدر اوصلها له، هقيس له لمده دقيقه، يجيب قد ايه اقصى حاجه نقدر نوصلها له ايه؟ 200. يبقى هو ده اللي هننمي عنده السرعه من 194، ودي شده تبقى اقصى، يبقى دي الشده القصوى مثلا. بس خلي بالك في هنا حاجه مهمه قوي، وخلي بالك انا هرجع لك العناصر اللياقه البدنيه. هنا بنتكلم عن عناصر اللياقه البدنيه عشان احدد السرعه، ازاي انا وصلت اصلا للسرعه. المعادله دي ما تنفعش للرياضيين، ودي حاجه ما حدش هيقولها لك. في معادله احسن للرياضيين؟ ايه هي المعادله؟ 208 ناقص العمر في 7 من 10، هتساوي لو افترضنا ان اللعيب ده عنده 20 سنة هتساوي 196 نبضة على الدقيقة. طب ايه يا دكتور ده معناه ايه؟ معناه لو انا وصلت اللاعب بتاعي ل 200 نبضة فاللعيب ده هيموت. اللعيب ده مش هيحصله كرامبات، اللعيب ده هيموت. انت متخيل ان انت ممكن توقف قلب اللاعب هيموت؟ طب لو انا عملت بالمعادلة دي، المعادلة دي معمولة للرياضيين، هي دي الأحسن، عشان كده ما بوصلش للرقم ده أبدا، فأنا هيكون آخر 190 نبضة على الدقيقة، ده أقصى حاجة أنا أقدر أوصلها للاعب عنده 20 سنة، تمام؟ دي حاجة مهمة جدا 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 لازم آخد بالي منها. طيب ده ليه أنا بحكي لكم القصة الغريبة دي وأنا بشرح عناصر اللياقة البدنية؟ عشان أعرف أنمي السرعة. ما هو أنت لو ما بتعرفش تحسب شدة، ولا هتعرف تنمي قوة، ولا هتعرف تنمي سرعة، ولا هتعرف تنمي أي عنصر لياقة بدنية. عشان كده السرعة لازم أحدد الشدة الأول عشان أنميها. طيب النقطة التانية، دلوقتي يا دكتور أنا عايز أنمي السرعة، أنت عايز تنمي أنهي نوع من السرعة؟ ما هي السرعة دي كلمة بابليك عامة، أنا عايز أنمي أنهي نوع من السرعة؟ عايز انمي سرعه قصوى، اللي هي اقصى حاجه، اسرع حاجه اقدر اديها في اقل زمن ممكن. يعني مثلا لو اتنين لعيبه عندك انت كمدرب، او انت في الامتحان هيجي لك كده اتنين لعيبه، هم واحد بيجري 100 متر عدو، وده 100 متر عدو، اللعيبه الاثنين دول بيقطعوا ال 100 متر في 10 ثواني، وهنا 10 ثواني، الاثنين دول توأم متطابق، بياكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض وبيتمرنوا مع بعض، فهل يتمرنوا مع بعض؟ بس بص بقى الجري بتاعهم عامل ازاي؟ تلاقي واحد عامل كده، بعد كده الجري عامل كده، بعد كده كده، اللعيب الثاني اللي هو اخوه اللي هو توأم متطابق، بدايته كانت كده، بعد كده مشى كده، بعد كده مشى كده، في النهايه الاثنين وصلوا في 10 ثواني. التدريب بقى انا كمدرب هتقول لي يا دكتور دلوقتي ما الاثنين صراع والاثنين جابوها في 10 ثواني والاثنين بيلعبوا في منتخب مصر مثلا، طب ما ده ممتاز، انا مرنهم مع بعض. لا، اوعى تمرنهم مع بعض. ونقطه هنا مهمه، ان ما ينفعش عناصر اللياقه البدنيه اللي انا بنميها هنا هي اللي انميها هنا. تقول لي يا دكتور طب ما الاثنين انا بنمي لهم سرعه. ايوه بس ركز بقى، اللعيب ده السرعه بتاعته كانت بدايه الانطلاق بتاعته ضعيفه، الستارت بتاعه ضعيف جدا، الستارت كان ضعيف قوي، فبالتالي انا هبدا اشتغل عليه واعمل فوكس هنا. اما اللعيب الثاني كان بدايه مسكه السرعه، او اللي هو يبدا يحافظ على السرعه، وقع اللي هو تحمل السرعه، ما قدرش يمسك سرعه هنا، فبالتالي لو انا الاثنين دول مرنتهم بنفس عنصر اللياقه البدنيه دي انا هنا هخسر لاعب على لاعب، فهيجيب لاعب 9 ثواني ونص مثلا، 9 مثلا 50، والثاني هيجيب 10 20، فانا كده دمرت ده وحسنت ده. عشان كده التدريب لازم نرجع لمبادئ التدريب، التدريب فردي وليس جماعي، حتى لو في لعبه واحده، لو بيلعبوا مصارعه نفس الحاجه، لو بيلعبوا العاب قوه وتوأم متطابق، فالاثنين لازم يكونوا بالتدريب بتاعنا فردي وليس جماعي، حتى لو توأم متطابق بياكلوا نفس الاكل بيشربوا نفس الشرب. لو انا امرنهم مع بعض امتى؟ لو الاثنين عندهم نفس المشكله. اما لو كل واحد عنده مشكله معينه يبقى انا لازم ارجع لمبادئ التدريب، وهو التدريب فردي وليس جماعي.
عشان كده مهم جدا ان انا اكون فاهم عناصر اللياقه البدنيه بكل تفاصيلها عشان اقدر احكم على اللاعب ده واحسن البرنامج التدريبي واوصل الوحده بتاعتي او البرنامج بتاعي للهدف الاسمى، او ان انا اقدر اطلع لعيب اولمبي او لعيب بطل عالم او الكلام ده كله. فباختصار شديد دي جزء بسيط كده من عناصر اللياقه البدنيه. يبقى القوه لازم ادي معاها ايه؟ لازم ادي معاها مرونه. طيب نقطه بقى مهمه قوي، خلي بالك وانت بتنمي القوه، احنا قلنا الاستشفاء بتاعها ايه؟ مش انا النهارده تعبت في تمرين القوه عمال اشيل حديد او اثقال او لعيبه اتقل مني والكلام ده كله. طيب انا بقى كمدرب او انت لما يجي لك في الامتحان المفروض يا دكتور اريحه ازاي؟ او اعمل له استشفاء ازاي؟ عن طريق الاطالات. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اعمل له اطالات جامده جدا ومرونه، فانا هرجعه لوضعه الطبيعي، هرجع العضله لوضعها الطبيعي، فبالتالي كده ما يحصلوش لاكتيك وما يتصابش. طب بتنميه السرعات وجمبات وتدريب باليومتري والكلام ده كله، المفروض الاستشفاء بتاع السرعه يبقى ايه؟ ركز معايا. الاستشفاء بتاع السرعه تلج. لازم اديله تلج، ولازم اديله راحه اقل حاجه 24 ساعه. طب هقول لك معلومه محدش هقولها لك، هل ينفع اتمرن النهارده بشده قصوى وبكره بشده قصوى؟ كل كتب التدريب اللي في العالم قالت لك لا، ده طبعا غلط، وانا لعبد الله بقول لك صح. ليه صح؟ ينفع عدي طرف علوي شده قصوى واليوم اللي بعده طرف سفلي، بس لازم اريح الطرف ده 24 ساعه واريح الطرف ده 24 ساعه. ليه؟ عشان ما يحصلش اصابات ويحصل للاعيب بتاعك اوفر لود. فلو حصل للاعيب بتاعي اوفر لود انا اللعيب بتاعي هيخش في كرامبات وهيخش في قصه ويكره الرياضه بتاعتنا دي. وبلجا هنا للقصه دي امتى؟ لو انا اتزنقت في البرنامج بتاعي ودخلت على طول عندي ماتشات قريبه جدا والمستوى بتاعي مش عالي قوي، فانا بعليه بسرعه، وده بيرجع لنا لتشكيل حمل التدريب وجزئيه كده هنبقى نتكلم عنها بعدين. المهم فالجزئيه دي كلها مهمه ان انا اكون عارفها عشان اكون مدرب شاطر، عشان اطلع لعيب كويس، وعشان انا اطلع نشء محترم ولاعيب كويس ويحقق البطولات اللي ايه المستهدفه في اي تخصص. هيرجعنا لنقطه بقى مهمه قوي. طب يا دكتور الدقه، المرونه، توافق، توازن، الرشاقه، كل الكلام ده انا محتاجه طبعا، بس مفيش رياضه مش محتاجه الثلاثه دول. ونقطه كمان مهمه قبل ما ننقل من السرعه، السرعه في واحد بيبقى محتاج يجي يقول لك ايه يا دكتور في سرعه حركيه وسرعه انتقاليه وسرعه رد الفعل. يبقى الثلاثه دول سرعه حركيه اللي هو بتنقل من حركه لحركه، او سرعه انتقاليه من مكان لمكان في خط مستقيم زي العاب القوه والكلام ده كله، ونوع السرعه الثالث سرعه رد الفعل. بس ما حدش قال لك ان سرعه رد الفعل دي اصلا مقسومه لحاجتين. اول مره تسمعها دي صح؟ يعني ايه سرعه رد الفعل مقسومه لحاجتين؟ سرعه رد الفعل بصوا كده، سرعه رد الفعل دي هكتبها لكم اهو. يبقى السرعه مقسومه لثلاث حاجات، سرعه حركيه، سرعه انتقاليه. حتى نعمل لكم دي موجه اهي، ننقل من هنا لهنا، نروح هنا نعمل هنا. السرعه الانتقاليه خط مستقيم، حلو. طب سرعه رد الفعل بقى، رد الفعل في حاجتين، في حاجه اسمه اكشن وفي حاجه اسمها اكشن وفي حاجه اسمها ري اكشن. حلو الكلام. في اكشن وفي ري اكشن، يعني سواء انا ضربت طلقه وانا واقف على الستارت، ضربت طلقه تلاقي واحد نزل الميه، الاستجابه حول المثير السمعي الى مثير حركي ونزل الميه، وواحد تاني ما لحقش يحول المثير ده ونزل، وتلاقي واحد فوق وتلاقي واحد دخل الميه وتلاقي واحد طاير في النص وتلاقي واحد لسه بينط. ايه الفرق ما بينهم؟ هي دي الرياكشن، هو حول من مثير لمثير امتى؟ ودي ليها طرق تدريب كتيره، عارف زي اللايت بورد كده، اللايت بورد تلاقي نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، ويجي يقول لك مثلا ايه وانت بتبقى واقف تلمس دي تلمس دي تلمس دي تلمس دي تلمس دي. هو ده بيعودك على الرياكشن، يدي لك اشاره يقول لك ازرق وانت تتك على الاحمر، اخضر وانت تتك على الازرق، الكلام ده كله. فدي طرق تدريب كتير جدا ان انا انمي سرعه رد الفعل اللي هي الاكشن او الرياكشن. فبالتالي دي جزئيه مهمه زي لعيبه السلاح، مهمه زي لعيبه الباسكت، مهمه زي لعيبه التنس. في العاب مش محتاجاها، في العاب محتاجاها بشده عاليه، فانا لازم اكون مدرب شاطر وفاهم انا ايه احتياجي من دول. خلي بالك على سبيل المثال العاب المنازلات بيبقى محتاج القوه، اقصى القوه القصوى دي محتاجه جامد جدا، والقوه المميزه بالسرعه وتحمل القوه عشان يقدر يكمل الماتش الاخر،
وده بيتغذى بطريقه مختلفه عن لعيب تاني بتاع رفع الاثقال، بيتغذى عن طريق لعيب تالت مثلا بتاع الباسكت، بيتغذى عن طريق رابع بتاع التنس الارضي. فكل واحد التغذيه مرتبطه بعنصر اللياقه البدنيه، مرتبطه بالفتره بتاعتي انا في انهي فتره من الموسم بتاعي، والبطوله بتاعتي انا رايح بطوله ايه، والمنافس بتاعي عامل ازاي. هل انا اللعبه بتاعتي لعب الدوري فبنزل وبطلع بنزل وبطلع، ولا اللعبه بتاعتي هي فتره محدده زي مثلا الفتره المنافسات دي. خلي بالكم ان في جزئيه عايز اقولها لكم بسرعه وباستفاضه كده، ان من ضمن الموسم التدريبي بتاعي يجي يقول لك ايه، عندك فتره اعداد عام اعداد خاص فتره ما قبل المنافسات ما قبل المنافسات وفتره المنافسات، ويقول لك فتره انتقاليه ومثبتينها في كتب التدريب العربي بالشكل ده. عايز اقول لك في حاجه هنا خلي بالك منها محدش هيقولها لك، وهي ايه، ان فتره المنافسات دي مثلا في الالعاب زي بتاعه المنازلات مفيش حاجه اسمها فتره منافسات، اسمه يوم المنافسه او يومين المنافسه. احنا عندنا بنلعب اليوم كله بلعبه، ما عنديش فتره منافسه. انا مش لعب الدوري، دوري زي الباسكت زي القدم زي الهاندبول زي الفولي بول، دول عندهم دوري. الكاراتيه احيانا بيبقى عنده دوري، فالملاكم احيانا بيبقى عنده ماتش النهارده وبيريح بكره وبعده ماتش بعد بكره والكلام ده كله. اما في المصارعه في الجودو في التايكوندو الكلام ده ما عندوش حاجه اسمها، السباحه ما عندوش حاجه اسمه دوري او ما عندوش فترات كبيره بيلعبها، هو يوم واحد. فبالتالي ده مهم جدا ان انا اخد بالي من الجزئيه دي، ومهم ان انا وانا بنمي عناصر اللياقه البدنيه اخلي بالي من ده. لو انت معد بدني فلازم اخد بالي قوي 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 من الجزئيه دي، هو عنده فترات ولا عنده فتره واحده عشان اقدر احمل له لاكتيك ولا ما احملوش ولا اعمل ايه، وشغل الاستشفاء بتاعه. بجانب ان خلي بالك وانت بتنمي عناصر اللياقه البدنيه ان في العاب لها موازين زي المصارعه والجودو والملاكمه والكلام ده كله، في موازين، الميزان الصغير غير الميزان الكبير، تغذيته تمرينه كل ده. نقطه كمان مهمه وهقفل بيها الفيديو، امتى يا دكتور انمي القوه في اليوم، امتى انميها وامتى انمي السرعه؟ خلي بالك ما ينفعش انمي سرعه اول ما اصحى من النوم، انا لسه صاحي من النوم وعيني كده عارف انت في عمص في عينيا واقوم فاتح عينيا واقوم يلا بقى هنعمل اختبار سرعه، لا 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 ما ينفعش. ينفع في الوقت ده نعمل تحمل قوه، اما حتى ما ينفعش تحمل سرعه، اما الوقت ده لازم اعمل فيه جاهزيه عقلي، اقل حاجه 3 ساعات بعد صحياني من النوم اكون جاهز اعمل اختبار سرعه. فدي نقطه مهمه لازم تعملها، وقبل ما تنمي اي عنصر من عناصر اللياقه البدنيه لازم اعمل اختبارات بتاعتها، الاختبارات العامه والاختبارات الخاصه باللعبه بتاعتي واللعيبه دي عشان احدد مستواهم واعرف انا وصلت لفين وانا عملت ايه. واخر حاجه هقولها لحضراتكم اللي هو قبل ما ابدا في اي حاجه في البرنامج التدريبي، البرنامج التدريبي بيبدا بحاجتين، بيبدا بحاجه وبيبدا بحاجه. واجب اول حاجه بيبدا بيها، واجب، الواجب ده بينتهي بنفس الواجب، الواجب ده متوقع انا بتوقع ان انا عايز اعمل الواجب ده، والواجب ده اتحقق اللي هو من خلال طرق التدريب والاساليب والعناصر اللياقه البدنيه والكلام ده كله. فاذا ده الهدف الاسمى، ده الهدف اللي انا نفسي اوصل له، والمفروض نفس الهدف ده اكون وصلت له في نهايه الموسم التدريبي. فعشان كده لازم انا اكون مركز، كل حاجه مكتوبه، مفيش حاجه مجال للصدفه، عندي بلان ايه وعندي بلان بي اللي بيخدموا نفس الهدف بتاعي، وده هيوصلني للهدف وهيخلي اللعيب بتاعك حلو جدا، هيوصلك ان انت تعمل برنامج بسهوله تامه. انتظرونا الحلقه الجايه هنتكلم عن موضوع حلو قوي.